لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة بين كماشتين الحلقة الخامسة والأخيرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هبشريني خير يا عاد لقيتي الحرمة اللي قلتي عليها إيه ولقيته طب كلمتيها ايوه كلمته وشرحت له حاله ايمان بالتفصيل ايوه وقال لي ان قبل اسبوع عالجت وحده نفس حاله ايمان صدقي حالف اليمين ان الحرمه مشت من عنده وهي بخير متعافيه ايوه طب وعرفتي مني ايش العلاج اللي جابنه للمراه ايوه قال لي ان عالجنا بالمكاوي وسوى اللي تخيلي 7 مكاوي 3 في بطنه وثلاث في ظهره وواحد وسط راسه وما شاء الله الحرمه تعافت أو 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 قع الله وقع 7 مكاوين إيه ويا أختي أو كثير 7 المكاوين أنا خايفة الصراحة يا أختي الحرمة بتجي وبتسوي المكاوي خلاص ملي متأكدة بتي بتتعافين أو يا جماعة صلوا على النبي صدقتوا المشعودة دي فين عقولكم إيمان مريضة بكورونا افهموا لكن إيش ألو ألو أحمد معك الأستاذ يحيى أهلين يا أستاذ يحيى حياك الله الله يحييك متى عندك وقت عشان تمر علي أكيد أيمن ابني سوى مشكلة جديدة لا لا أنا شتي أتكلم معك في موضوع مهم فإذا عندك وقت ممكن تجي الآن المدرسة نتكلم على طول يا أستاذ مسافة الطريق وأنا عندك هيها وأنا في انتظارك مع السلامة إكرام إيش ده الكلام اللي بتقوليه أنا مصابة بكورونا إيش عرفك للأسف يا إيمان الأعراض اللي تحسي فيها كل أعراض كورونا واسألي يحيى إذا مش مصدقالي ولا افتحي النت الآن وشوفي إيش هي أعراض كورونا وانتي بتلاقي إنها نفس الأعراض اللي تحسي فيها أوه إيش دي الهدرة عمرنا وبحياتنا ما سمعنا بكورونا كورونا حقيقة وفيروس موجود في الواقع وبيعاني منه العالم كله ولو علاج والوقاية منه سهلة جدا أكيد دي المعالجة أجت قم افتحي للباب يلا هيا هيا حاضر على طول تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أحمد تفضل خير يا أستاذ يحيى إيش الموضوع المهم اللي تشتي تكلمنا فيه به خير خير اطمن أنا طلبت أشوفك الصراحة عشان أقول لك إن أنا عرفت إيش السبب الحقيقي وراء التغير اللي حصل لابنك أيمن تحب تعرف إيشو آه يا أستاذ يحيى أنا عرفت إيش السبب نفسي أعرف منو سوابه دي العملة سوى إيش؟ عن إيش تتكلم فهمنا؟ السحر اللي عملوه في ابني سحر؟ أيوة سحر
أنت تعتقد أن ابنك مسحور وهو السبب في التغير اللي حصل لابنك؟ مش اعتقاد يا أستاذ يحيى، ده خبر أكيد واثق منه. واثق منه كيف؟ فهمنا وقل لي من اللي اقنعك بدا الكلام. صاحبي حاتم هو اللي قال لي بعد ما راح لعند الشيخ. ايش من شيخ يا شيخ؟ ابنك بخير ولا في بو حاجة ولا في بو سحر ولا شيء. ايش اللي حصل لابنك بسببك انت وبسبب البيت وكل التغير السلبي والإيجابي لأولادنا بسبب البيت أولا وأخيرا؟ أنا السبب؟ ايوه انت يا أحمد، وبالأصح قسوتك الزايدة على ابنك أيمن هي السبب، وهي اللي خلته يكره البيت والدراسة ويكره الدنيا وما في به. من قال لك ده الخبر لما انت متأكد منه لدي الدرجة؟ ابنك أيمن هو اللي اشتكى لي قسوتك عليه واللي انعكست سلبيا على نفسيته وعلى حياته كله بسبب معاملتك القاسية له. أنا منكر أني أب قاسي، بس نفسي أعلمهم، لكن معقولة أنا السبب في اللي حصل لابني؟ إيوه ابنك حساس يا أحمد، ويحس أنه كبير وبيمر حاليا بمرحلة اسمها مرحلة المراهقة، ودي المرحلة اللي بيمر فيه بابنك، وكل اللي في عمره تعتبر مرحلة حساسة وتحتاج لتعامل خاص ومختلف تماما عن مرحلة الطفولة. بعد المثل يقول يا أحمد لكبر ابنك خاويه. يعني تشي تقنعنا أن قسوتي عليه السبب؟ أيوة يا أحمد، لأن كثرة الضغط يولد الانفجار صدقنا. طيب والسحر اللي قالوا عليه؟ كذب المنجمون ولو صدقوا، وابنك في الأصل لا مسحور ولا هم يحزنون، انت بس غير معاملتك مع ابنك وصاحبه وهو بيرجع مثل ما كان وأحسن. تقفي كلامي وعلى ضمانتي، وإذا حصل لابنك حاجة أنا المسؤول. تمام، بغير أسلوبي معه. تمام تعجبنا. ألو؟ ألو؟ يحيى أنا بحتاج لك. إيمان تعال انقذني بسرعة. إيمان تعال يا يحيى تعال. ألو إيمان؟ إيمان يحيى يحيى طمنا على بنتي، أنا في دالك. الله يحفظك يا ابني طمني عليها. طمني يا عمة حميدة طمني، إيمان بخير، الدكتور طمني عليه قال إن إصابتها بفيروس كورونا مش خطيرة وخلال دي الأيام بتتعافى وتخرج من المستشفى إن شاء الله. إحنا متى بنخرج من المستشفى؟ وليش أصلاً يحتجزون إحنا هنا ويسوون لنا دي الفحوصات كلها؟ لأن إحنا يما اختلطنا بشكل مباشر مع إيمان اللي تعتبر حالة مؤكدة إني مصابة بفيروس كورونا، يعني احتمال كبير جدا ان احنا الان مصابين بالعدوى، وعشان لا نكونش السبب في نقل العدوى لاشخاص اخرين حجزونا هنا. يعني خلاص كورونا طلع حقيقه. افهم من كلامك انك اعترفتي بوجود كوفيد 19 وانه مش اكاذيب ولا اوهام، كاعترفوا؟ ايوه معترفات، ونبصم بالعشر انه موجود وخطير. ايوه يا سلام عليكم، كذا تعجبونا، وطالما في وعي احنا في امان باذن الله. يتجدد لقاءنا بكم غدا مع قصة جديدة بعنوان على الموعد، انتظرونا. أيوة معك، تأليف زياد القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان القرعي، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الداري، أنور الشرفي، عمرو الدلاق،
مدير خط الإنتاج سحر عبد الله، منسق المشروع أمل الشيباني، مدير إنتاج أسامة الشهاري، منسق إنتاج نذير العريقي، متابع إنتاج عبد الله المدعي، مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير، ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب، توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان، غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم، الإشراف العام خالد سلام، إخراج نزار حمزة.